نروح طبعاً كالعادة لزميلنا أمير هشام، نعرف منه إيه اللي بيحصل في أرض المونديال وفي بعثة أو مع بعثة النادي الأهلي. أمير اتفضل. تحياتي ليك يا كابتن اسلام، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يعني اجواء هنا اكثر من رائعه بالنسبه لفريق النادي الاهلي عقب الفوز بالامس على الدحيل بهدف للا شيء والتاهل لدور نصف النهائي من كاس العالم للانديه، ومواجهه مرتقبه في هذه المرحله ما بين الاهلي وبايرن ميونخ بطل المانيا وبطل اوروبا واحد افضل الفرق في العالم. لكن خليني يا كابتن اسلام اقول لك كل الاجواء وانقلها لك بالتفاصيل تحديدا منذ بداية هذا اليوم، وبالتحديد كان في مرام بالنسبة للنادي الأهلي بشكل مبكر النهاردة شوية عن التدريبات السابقة. النهاردة المران كان في تمام الساعة 2 ظهرا، وده كان بناء على قرار مستر بيتسو موسيماني. وفي الحقيقة هو كان مران خفيف، يعني شمل بعض التدريبات الاستشفائية الخفيفة جدا بالنسبة لكل اللاعبين اللي شاركوا في مباراة الأمس أمام الدحيل، وبالتحديد الثلاثي أيمن أشرف ومحمد هاني وبدر بانون كان لهم تدريبات استشفائية منفردة. بخلاف ذلك معظم اللاعبين اللي ما شاركوش في مباراة الأمس كان لهم تدريبات بدنية قوية وكان لهم برضو تقسيمة مع نهاية المران بشكل قوي، وفي الحقيقة الكل تألق فيها وأداها بشكل مميز جدا. النهارده بالمناسبه خليني اقول لك مفيش اي محاضرات بخصوص مباراه البايرن، يعني محدش هيتكلم في هذه المباراه خالص، ولا مستر بيتسو موسيماني ولا اللاعبين، ولا هيتم دراسه الفريق النهارده غير من خلال فقط متابعه مباراه الليله ما بين بايرن ميونخ وهيرتا برلين في الدوري الالماني، واللي هتكون في تمام الساعه 10 مساء بتوقيت المونديال هنا. احنا عارفين دايما بنتابع بايرن بشكل طبيعي، يعني كل الجماهير واللاعبين بس يعني النهارده أمير هتلاقي كبيره، لكن انت المره دي هتتابعها وهتقعد تركز من اي وقت بشكل تاني. اكبر على الجوانب التكتيكيه والخططيه. ما انا بقول لك كابتن اسلام هيبقى في متابعه اكبر بكتير عشان تركز على الجوانب الخططيه والتكتيكيه اللي انت حابب تتعامل معاها او هتحاول تتعامل معاها مع فريق قوي زي فريق بايرن، وعلشان انت هتلاعب الفريق ده خلاص في دور نصف النهائي، فهتشتغل على هذه المباراه بكل ما اوتيت من قوه. انت النادي الاهلي اسم كبير، هتحاول مباراه كبيره ومباراه صعبه جدا مع اقوى فريق تقريبا في العالم دلوقتي بيمتلك عناصر مميزه جدا جدا جدا، لكن في نفس الوقت الكرة ما فيهاش مستحيل، انت تقدر تحقق شيء وتقدر تشرف الكرة المصرية بشكل كبير، لان انت النادي الاهلي وموجود في دور نصف النهائي في كاس العالم للانديه. في دوافع كبيره جدا عند اللاعبين في الحقيقه، التجهيزات الكامله هتبتدي من بكره باذن الله بخصوص هذه المباراه. وبمناسبه مباراه بايرن كابتن اسلام، خليني اقول لك على هامش مران النهارده كده والتدريبات شغاله، فكان يعني كنت بتكلم مع كابتن سيد عبد الحفيظ فبساله بشكل ودي كده، يعني هنعمل ايه يا كابتن سيد في ماتش البايرن، رايك ايه اللي ممكن يحصل في المباراه دي؟ فكلم معايا وقال لي احنا لعبنا البايرن مرتين قبل كده، مره كسبناهم 2-1 ومره خسرنا 2-1، فانا رايي ان احنا نلعب ضربات جزاء ونخلص الماتش على كده وخلاص ومفيش مشكله، ويبقى حل جيد بالنسبه للطرفين يعني. فيعني كنوع من انواع الدعابه ما قبل هذه المباراه تحديدا يعني. فطبعا الاهلي كان لعب قبل كده بايرن في 77 انا ما اعتقد وفاز 2-1، كان جاب الاهداف كابتن شريف عبد المنعم وكابتن محمود الخطيب، وخسرنا طبعا في 2011 هنا كمان من بايرن 2-1، وكان جاب هدف في النادي الاهلي طبعا محمد بركات نجم النادي الاهلي الكبير. لكن في كل الاحوال الاستعدادات هتبقى قويه لهذه المباراه، وفي جديه طبعا واضحه جدا على اللاعبين وشغف لمواجهه بطل اوروبا في كل الاحوال، لانه احد اكبر الفرق في العالم في الحقيقه. النهارده كمان وانا بنقل لك اجواء مقر الاقامه يا كابتن اسلام، كان في احتفاليه كده بالنادي الاهلي اقامها مسؤولي الفندق، اللقطات اكيد هتكون معاكم دلوقتي، كان اقامها مسؤول الفندق للاعبي النادي الاهلي وجهاز فني البعثه بالكامل بعد الفوز على الدحيل بالامس، وكان كمان في احتفال بعيد ميلاد بالظبط كده، وكان في احتفال بعيد ميلاد محمد شريف
نجم النادي الاهلي، وكمان تم الاحتفال بعيد ميلاد الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس الاداره واللي متواجد معانا هنا في بعثه الفريق، بنقول لهم كل سنه وهم طيبين. دي بعض الاجواء الاحتفاليه، وفي حاله من السعاده الكبيره جدا في الحقيقه عند البعثه، لكن سعاده معها جديه واضحه، لان انت لسه عندك اهداف وتمنيات هتحاول تحققها. انت حققت هدف خلاص انتهيت منه، لكن لسه في اهداف وطموحات وامنيات انت هتسعى بكل قوه ان انت تحققها باذن الله، وهتشتغل على الجزئيه دي بشكل كبير جدا. الامور بشكل جيد، يستمر في استعداداته لمباراه البايرن بشكل كبير جدا. يعني يكون ان احنا هنقابل فريق كبير جدا طبعا في افريقيا وبطل القرن، فدي مباراه مرتقبه لناس كتير جدا في العالم كله في الحقيقه، وبتحديد جمهور النادي الاهلي وجمهور البايرن. فكل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. لو في اي استفسار على الكلام اللي مكتوب على الصفحه الرسميه للبايرن ميونخ، يعني انت عارف ان في من الواضح ان في هزار بيحصل، يعني ان هم بيكتبوا ان احنا هنلعب يوم 8/2 يوم الاثنين في كأس العالم للأندية مع النادي الأهلي والكلام ده. هل عرفت اللعيبة ممكن يبقوا شايفين الموضوع ده إزاي، الحوار اللذيذ اللي ما بين الكبيرين، كبير أوروبا وكبير أفريقيا؟ يعني بياخدوها بشكل ايجابي جدا في الحقيقه. كون ان الكلام والاحاديث دلوقتي سواء على الحسابات الرسميه للبايرن وللنادي الاهلي والحديث عن هذه المباراه، ده امر وحدث في حد ذاته، بخلاف الحدث اللي احنا فيه ان انت بتشارك في كاس العالم للانديه. لكن المباراه دي في حد ذاتها فهي حدث كبير جدا في الكوره، يعني ما بين الاهلي والبايرن، فرقتين كبار جدا، فما واخدين كل الامور دي بشكل دعابي وشكل جيد، لان انت بتقابل فريق كبير وفريق قوي جدا زي فريق البايرن، فكلها امور ايجابيه في الحقيقه. لكن خليني اقول لك ان التركيز اكتر على ازاي هنلعب الماتش ده. أيوة. ازاي هتبقى استراتيجيه النادي الاهلي في المباراه دي تحديدا. وخليني اقول لك من الوارد جدا جدا يكون في بعض التعديلات في التشكيل وفي الشكل الخططي والتكتيكي، لسه ما بانش الكلام ده في التدريبات، لان النهارده كان مران استشفائي بحت لكن ده هيبان اكتر في تدريبات. طيب خليني برضو اعرف منك يا امير، وانا بقول كده ليه، بقول لان انا عايز انقل برضو للناس اللي بيحصل هناك فريق تاني خالص، وعايز انقل لك اسئله الناس اللي هنا. الناس دايما تقول لك ايه، اصل امبارح كهربا ما لعبش ومحمد شريف ما لعبش، هل في اي زعل من كهربا، اي زعل من محمد شريف في هذا الموضوع؟ ومهم جدا، لان انا عارف ان انت قريب من اللاعبين يعني، ومهم جدا ان انت تقول اللي انت شايفه، لانه الجمهور النادي الاهلي لازم يعرف ايه اللي بيحصل، وكده كده كل حاجه بتتعرف. أكيد طبعا، لكن إطلاقا ما فيش أي زعل من كهربا ولا من محمد شريف خالص خالص خالص. اللعيبة كلهم هنا على قلب رجل واحد، وكلهم عارفين إيه الهدف من البطولة. أنت بتلعب باسم النادي الأهلي، أيا كان مين اللي هيشارك في الملعب، مين اللي هيأدي أو مين اللي هيقوم بدور الفوز في الملعب، مين اللي هيحقق النتائج، أيا كان هما كلهم فريق واحد، ما حدش خالص زعل. أنا عايزك أكيد هتشوف أنت بعد لحظات إزاي كهربا كان بيحتفل بعيد ميلاد محمد شريف، وإزاي محمد شريف نفسه كان بيحتفل بعيد ميلاده مع زمايله النهارده كمان في لقطات المران الصبح والظهر تحديدا الساعه 2. كل لاعبي النادي الاهلي قبل انطلاق المران احتفلوا بمحمد شريف وعملوا له ممر كده كنوع من انواع الدعابه مع اللاعب، وبيحتفلوا بعيد ميلاده، واجواء اكثر من رائعه. ما فيش اي حاجه خالص، لا ده زعلان ولا ده مقموس ولا الكلام ده خالص، بالعكس الاثنين عندهم دوافع قويه جدا، حابين ان هم يجتهدوا في التدريبات، هم كده كده بيجتهدوا في الحقيقه سواء محمد شريف او كهربا، حابين يكون ممكن يكون ليهم دور في مباراه البايرن، الله اعلم. انا لسه كنت بتكلم معاك كابتن اسلام بقول لك ان اكيد هيكون في بعض التعديلات او بعض التغييرات بخصوص شكل النادي الاهلي في مباراه البايرن، وخصوصا ان انت بتلعب فريق كبير، فممكن يكون في امور في اذهان او في ذهن الجهاز الفني تحديدا وفي ذهن مستر بيتسو موسيماني. ممكن تلاقي كهربا بتدي المباراه اللي جايه هو محمد شريف، ممكن تلاقيهم ليهم دور في الشوط الثاني تحديدا، الله اعلم ايه اللي هيحصل وجهه نظر المدير الفني، لكن مفيش اي نوع من انواع الزعل عند اي لاعب. طيب ممكن تطمنا على مروان في السعاده بالامس بعد فوز النادي الاهلي على الدحيل، واحتفلوا بشكل كبير جدا مع اللاعبين في مقر الاقامه هنا. يعني طمنا على مروان، لان مروان كان انا شايفه مخبوط. مروان محسن، خليني اقول لك مروان محسن كان امبارح خد كدمه في الضلوع. ايوه
خد كدمه في الضلوع قويه، لكن الامور بالنسبه له جيده، ما فيش اي حاجه. سالت الدكتور عن مروان قال كانت كدمه قويه شويه، ما فيش يعني ما تعوقش اطلاقا عن المباراه القادمه او حتى عن التدريبات. بالنسبه للنادي الاهلي شارك في التدريبات بشكل طبيعي. كمان سالت على عمرو سليه، لان عمرو سليه كمان امبارح خد كدمات قويه مرتين تقريبا في الشوط الثاني تحديدا، برضو قال ان هي كدمات قويه. الدكتور احمد ابو عبله في الحقيقه قال ان هي كدمات قويه، لكن ما تبعدش عمرو سليه عن تدريبات النادي الاهلي اطلاقا، يشارك في تدريبات طبيعيه. لكن بيقول الامور دي كلها طبيعيه في المباريات، يعني مش اصابات قويه بالنسبه للاعبين واصابات ممكن تعطلهم ولا حاجه عن التدريبات، لا الامور طبيعيه، كل اللاعبين في حاله بدنيه وطبيه وفنيه جيده باذن الله. يكون الاستعداد بشكل قوي جدا جدا لمباراه البايرن على مدار 48 ساعه قادمه باذن الله. الاهلي يكون جاهز تماما لهذه المواجهه، وباذن الله يشرف الكره المصريه، وباذن الله يعمل حاجه ايجابيه بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي. نفسنا طبعا الاهلي يتاهل لنهائي كاس العالم، هتبقى اول مره في التاريخ، ليه لا؟ دي كره قدم، 11 راجل طبعا قدام 11 راجل في الملعب. باذن الله باذن الله الاحق هو اللي يكسب، اللي هو يكون النادي الاهلي باذن الله. انا بشكرك يا امير، ودايما متالق ودايما الحقيقه بتدينا كل الاخبار اول باول، فبشكرك الحقيقه على كل هذه المعلومات وكل هذا المجهود الحقيقه اللي بتعملوه كلكم كبعثه، ودايما بتكون معانا. بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز امير هشام.